حرب الخليج الرابعه ما تزال المخاوف من اندلاعها تثير قلق المجتمع الدولي وما تزال واشنطن ترهب طهران لترهب الاخيره المنطقه هنا الخليج وهناك جلسه مغلقه ناقش خلالها مجلس الامن الدولي في نيويورك سبل حل الازمه بالحوار وليس التصعيد اتضح لنا ويجب أن يعلم العالم أن إيران مسؤولة عن هجمات الثاني عشر والثالث عشر من مايو ضد السفن في الخليج تشكل هذه الهجمات تهديدا خطيرا لحرية الملاحة والتجارة في واحدة من أهم الممرات المائية في العالم الإصرار الأمريكي على اتهام إيران بالمسؤولية عن الهجمات الأخيرة في الخليج العربي قابلته طهران باتهام آخر سفنكم تزعزع أمن المنطقة وعليكم المغادرة لقد جلبت الولايات المتحدة عددا كبيرا من الأساطيل إلى منطقتنا أسطول البحرية يجب أن تتخذ خطوات لإبعاد أسطولها من منطقتنا وكذلك الابتعاد عن الحرب الاقتصادية ضد الشعب الإيراني الموقف الأوروبي من الأزمة كان الأكثر اتزانا دعوات إلى التهدئة والحوار وإنهاء التوتر تؤكد فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة على الالتزام بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2231 والحفاظ على خطة العمل المشتركة التي نعتقد انها تسهم في الحد من التوترات في المنطقه، من مصلحه الجميع التحلي بضبط النفس وتجنب اي اعمال من شانها تقويض هذه الركيزه الحيويه لنظام عدم الانتشار وامننا الجماعي. المنطقه وليس اطراف الصراع هي من تاثرت بهذا التصعيد، وطبول الحرب باتت تهدد امن الخليج بعيدا عن طهران وابعد بكثير عن واشنطن.